الأضحية هل هي للميت والحي أو للحي فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه وعن أهل بيته، وقد كان مات من أهل بيته خديجة وجماعات من الناس، حمزة، ومات بعض بناته، ولم ينقل أنه ضحى عنهم أضحية خاصة، إنما يمكن أن يقال إنهم يدخلون في عموم قوله أنه ضحى عنه وعن أهل بيته، فيشمل الأحياء والأموات. فالأصل في الأضحية هي عن الحي وعن الرجل وأهل بيته، فيدخل فيها أهل بيته الأحياء والأموات إن نواهم. أما إذا كان قد أوصى الإنسان قبل موته بأن يضحى عنه فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه تنفذ وصيته، لكن الكلام في تخصيص أضحية من غير وصية بأن يضحي عن الميت لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يفعله بعض الناس من تخصيص أضحية عن الميت منفردة، وإنما تكون عنه وعن أهل بيته ويشمل ذلك الأموات منهم. هذه تخصيص الحي، لكن لو كان مثلا وصية من الميت لابد. أما إذا كان وصية من الميت بأن يضحى عنه فإنه تنفذ وصيته.